أشاد عدد من الطلاب الوافدين المشاركين في مؤتمر الإسيسكو بتلك المشاركة بما يعزز روح الثقافة لدى الشباب. كما وجهوا الشكر لمصر على استضافتها لجميع الطلاب من مختلف الدول وتوفير فرص الدراسة في الجامعات المصرية. بحد ذاتها بالمؤتمر اللي مثل كذا يضيف لأي شخص فيكون له دفعة معنوية، يعني لما يكون عنده سقف الطموح مثلا هو جاي يدرس مثلا خلينا نقول ماستر، لما يشوف الدعم، لما يشوف المعنوية، لما يشوف تبادل الثقافات، اليوم نشوف أكثر من دولة، نشوف أكثر من لهجة، نشوف أكثر من حضارة، فهذا يعطيك معنوية زيادة فيرفع عندك سقف الطموح. طبعا هذه مشاركة جميلة في منظمة الإسيسكو، ويعني احنا نعرف منظمة الإسيسكو تهتم بالثقافة بالعلوم الدينية، وهي تأسست عام 1979 في مدينة الرباط، فاليوم ما نشارك احنا الطلاب الوافدين، واليوم أنا شايف أكثر من دولة، حوالي 54 دولة أو 54 وافد. طبعا احنا جايين بنمثل جامعتنا جامعة المنصورة، فهذا اشي يعني انا راح اشي يعزز طبعا روح الثقافة عند الشباب. جايين نتكرم على اساس انه الاهتمام بالدول الوافدة، وهذا نوع من الترابط والتكافؤ. الحدث الكبير هذا فخر لنا، وان شاء الله بنحاول انه نمثل جامعتنا بافضل صوره ان شاء الله ودولتنا. حاب اشكركم جزيل الشكر، وحابين نشكر دوله مصر الشقيقه العربيه اللي مستضيفتنا ومش مقصره معانا ومحتويتنا. احنا ان شاء الله جايين نمثل جامعه وافدين كفر الشيخ باذن الله، وان شاء الله يعني الحمد لله، يعني انت بتقول انه عايزين نشارك بيها، والحمد لله الوافدين انتم مش مقصرين معهم بحاجه، ومش الحمد لله. كشاب افريقي اظن اننا نحتاج للتدرب على مهارات القياده والوسائل التكنولوجيه الجديده، ونحن كشباب اذا حصلنا على هذه المهارات نستطيع ان نغير من الواقع في بلادنا وفي العالم اجمع.